La vidéo ديال هاد النهار فيها دوز اكتيفيتي مونتيسوري. لا بروميير غتكون خاصه بالانترودكسيون ديال لي نيميرو دو 1 ا 6. هاد لاكتيفيتي هادي خاصه بالاطفال دو 2 ا 3 ans. دونك بحال اللي كتشوفوا هنايا احتاجيت دوز امبريمي ب لي نيميرو دو 1 ا 6. لو بروميير امبريمي غادي ندوز عليه سكوتش ريكتو فيرسو باش غادي نستعمل منه دي كارت، ولو دوزيام امبريمي غادي نخليه هكاك وغنديرو في اون بوتش. وهاد لابوشيت بيان سور غتكون في هاد ليرنين بايندر ديالي، اون اكتيفيتي دو بلوس بالنسبه للانفون اللي يقدر يزيدها ويقدر ينمي بها الذكاء ديالو، ويقدر كذلك ينمي بها لو سافوار ديالو وهاد لو بروسيس ديال لابرونتيساج ديالو. هنا بحال اللي كتشوفوا عمليه جد سهله، وهنا دائما الاختيار ديال هاد لي زاكتيفيتي خصو يكون اختيار صائب، ويكون كذلك دي كولور اللي غادي تكاتشي له لاتونسيون ديالو واللي غادي تثير الاهتمام ديالو. ما تمشيوش مع لو نوار بلون، لو نوار بلون بحال اللي كتعرفوا لي زونفون ا سي تاش ما عزيزش عليهم هاد الالوان الداكنه، دائما سيروا الالوان فاتحه والوان اللي غادي تكون كتثير الانتباه ديالهم. دونك هنايا بحال اللي كتشوفوا غادي نقطع، غادي اولا لامبريمي ديالي غادي نديرو في لابوشيت اون بلاستيك بحال اللي قلت لكم اللي غادي نديروه في ليرنين بايندر، ولو دوزيام امبريمي اللي دوزت عليه سكوتش غادي نقطعوه وغادي نزيدو عليه لي زاديزيف. دونك هاد لاكتيفيتي الكونسيست انه يشد اون كارت ويعلقها في لا بلاس كوريسبوندونت اللي فيها لو نيميرو، باغ اكزومبل هز لا كارت اللي فيها لو نيميرو 1 غيقلب عليها في لا بوشيت وغادي يلصقها لو نيميرو كوريسبوندون اللي هو لو 1. دونك اون اكتيفيتي تري تري سامبل، اون اكتيفيتي اللي كتاتي الاكل ديالها واللي على باز دي موايان تري تري بازيك. دونك هذه كانت لا بروميير اكتيفيتي. لا دوزيام اكتيفيتي هي هو انه ليدنتيفيكاسيون ديال لي سونساسيون ديال لي زيموسيون. هذه واحد الخطوه مهمه بزاف بالنسبه للاطفال في هاد لاج ديال عامين حتى 3 سنين. بحال اللي كتعرفوا الاطفال ملي كيكون عندهم بزاف ديال لي زيموسيون كيتخربقوا وما كيعرفوش، وبزاف ديال الاطفال كيترجموا هادشي اما بالبكاء اما بانهم كيولوا عاب، مهم كيترجموه بان كومبورتمون كي بو اتر اغريسيف parfois. عليها زعما ليدونتيفيكاسيون ديال هاد لي سونساسيون لي زيموسيون مهمه بزاف، وكتحاول تنقص من هاد لي مومون ديال البكا، وكتعطيهم اون جيستيون ايموسيونيل، وكتديفلوبي لهم لا ريزيليونس ديالهم في حل المشاكل، بلي انه ماشي اي حاجه غادي ينوض كيبكي عليها، وماشي اي حاجه غادي ينوض كيتعصب وكيغضب عليها. بحال هنايا ملي كيعرف لي زيموسيون ديالو راه كيقدر يترجم لك منين جايو لو ماليز وشنو الحاجه اللي كتسبب له واحد لو ماليز في هذاك الشيء اللي كيديرو. دونك بحال اللي قلت لكم وهاد لاكتيفيتي ديال لي زيموسيون مهمه جدا، راه بالنسبه لينا حنا كبار ومهمه، فما بالك بالنسبه للطفل ملي غادي يعرفها راه غتسهل بزاف ديال الحوايج عليه باش يديتيكتي لو مال، وباش يديتيكتي لو ماليز منين جايو، ولانكونفور كذلك منين جايو. وهنا بالنسبه لكل اكتيفيتي دونك انا بديت بسي سنتيمون اللي هما دي سنتيمون بازيك، وبحال اللي قلت لكم انا ما كنبداش كلشي جو نانترودوي با توت على فوا، كنبدا جوج بجوج جوج بجوج حتى كيشد هذوك لي دو زيموسيون الاولانيين، عاد كنزيدو دو، عاد كنزيدو لي دو ديرنيير، وكتكون هكا سهله. وهاد لاكتيفيتي كديفلوبي لهم لا ريزيليونس، كديفلوبي لهم كذلك السيلف كونفيدنس ديالهم، الثقه في النفس ديالهم والسيلف وورث ديالهم كذلك، وكتعطيهم واحد الكاركتير اللي كيكون شويه فور، وما كيكونوش زعما اي حاجه كياخذوها بسهوله، كيكون فاهم لي زيموسيون ديالو وكيكون فاهم الحاجه اللي باغي يوصل لها. دونك انا بحال اللي كتشوفوا هاد لي زيموسيون ديالنا اي سو بريزونت كوم سوي، وهنايا كل ايموسيون كنديروها كنابليكيو هذاك الفيس اللي كيكون كوريسبوندون لهاد لي زيموسيون. بحال هابي راه دائما كيكون مصحوب بالضحكه، الانغري دائما راه كيكون مصحوب بواحد معصب، الوري دائما كيكون مصحوب بلا سوربريز، وهكذا. دونك اون اكتيفيتي تري تري سامبل، وبحال اللي كتشوفوا هاد لاكتيفيتي اللي درت هاد النهار غادي نزيدها ديال لو نيميرو، غادي نزيدها كذلك لهاد لونسومبل داكتيفيتي اللي عندنا ديجا في هاد ليرنين بايندر ديالنا، وسالوي فرا اون اكتيفيتي دو بلوس، ومنها كيتعلم ومنها كيلعب. دونك بحال اللي قلت لكم انا لي نيميرو ديالي اكتفيت بدو نيميرو بور لو ديبي، غادي نزيد
d'autres numéros au fur et à mesure ملي غادي يشد هذا لو نيميرو 1 et 2 غادي نزيد عليه 3 et 4 وابخي 5 et 6 ودائما ركزوا على الالوان الالوان راه شي حاجه مهمه بالنسبه للطفل بالنسبه لا ميموار فيزوييل ديالو وبالنسبه كذلك السيت واحد لانتيغي بالنسبه للطفل دونك هنايا ملي خدمنا هاد لي نيميرو اون باراليل راني كنخدم كذلك على لي كونتيتي لا كونتيتي كوريسبوندونت لشاك نيميرو خصو يعرف شاك نيميرو il représente combien d'éléments بحال لو نيميرو 1 بحال مثلا هو puisque c'est un garçon كيكون عزاز عليهم لي garçons لي voitures donc شدينا لي voitures واحد 6 voitures من داكشي اللي عنده لصقنا فيهم دي ستيكرز كتبنا لي نيميرو دو 1 à 6 في اون فوي درت رسمت دي سبوت ديال الكراج دو 1 à 6 كذلك وبقيت كان انفيتيه باش يرتب هذوك الطوموبيلات في دوك البلايص ديال الكراج لي سبوت ديال الكراج دو 1 à 6 هنا بحال اللي كتشوفوا عمليه جد سهله كذلك 6 ديال الطوموبيلات مرقمين دو 1 à 6 وكذلك استعملت الباستا كل سيركل درت فيه النيميرو كوريسبوندون واستعملت كذلك هالطريقه هذه ديال التبصيل